إذا فاجأ الزوج زوجته وهو يعلمها أنها تزني مع رجل غير زوجها، إن هو زوجها. بس ما فيش لكن 4 شهود هون. ما أنا بقول بس لحضرتك، لا الأول ما هو له علاج برضه إن هو الزوج يحل محل الـ4 شهود، له أن يقسم 4 مرات. بس إذا كان صادقاً هذه واحدة. الأبعد مدى بقى هنا عدم المساواة اللي بيتكلموا عليه بيتهيألي ملوش مبرر. ليه؟ لأن لازم علشان الراجل ده يتعافى وتهبط العقوبة من القتل إلى جنحة لازم تكون ساعة ارتكاب الجريمة. يعني أقول عايز أضرب مثال، لو واحد فتح الأوضة لقى مراته بتزني وبعدين حيلة بينه وبينه ومشي لمدة ساعة واحدة ورجع تاني بقت جريمة قتل خلاص، لكن لازم في ساعتها وتبقى القرائن والدلائل. الكلام ده غير متاح للزوجة. ليه؟ لأن في ساعتها قد تكون اللي معاه زوجة تانية، ما تبقاش زي ما تبقاش زنا، هي لا تعلم زوجاته الأربع. بس هو المفروض إذا تزوج مرة تانية يكون برضاها. برضاها أو بقى. لكن إذا ثبتت الزوجية، واخد بال حضرتك، هتبقى لا يمكن للزوجة أن تتبين في ساعة المفاجأة. هنا هتبقى قاتلة قاتلة. طب حضرتك ما هي طالما انها قتلت اذا هي لا تعلم انه متزوج من اخرى، والقانون في مصر يحتم على المأذون انه يعلم الزوجه الاولى في حاله ان يعرف شخص متزوج. قضيه اثبات الاعلام من عدمه ووصول الاخطار ده كلام لسه لم ينضبط، بمعنى ان ممكن الزوج يتزوج والمأذون يبعت ويقول العنوان جه غلط لم يصلها،